ومن بعد ما قررت الوالدة انه انتوا تسافروا على لبنان، انتي عشتي مثل ما قلتي باللبنان تقريبا من 2000 واواخر 2012 اي او اخر لبدايات 2018 تقريبا، ايه تقريبا ايه. ولكن صار شيء. يعني انتي شلون كملتي حياتك؟ شلون بلشتي تتعايشي مع حياتك يعني اللي قبل لسن البكالوريا لسن 18 او 17 سنة؟ ديما كانت تعيش برجلتين، حياتها كانت طبيعية جدا، وعلى غفلة صارت محكمة انه تعيش برجل واحدة وعلى العكازات. طيب شو يعني انت مباشرة بعد ما قدرتي توقفي على العكازات تقبلتي هذا الظرف اللي معك وقلتي خلص اوكي انا حعيش هيك، ولا مرقتي بحالة تصالح مع النفس، حالة اكتئاب او كيف تخبرينا عن هاي الحالة؟ عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. هلأ الفكرة أنه أنا يعني مثل يعني وقت اللي أنت بدك مثلا، أنا بالمستشفى وقت اللي كنت بإدلب، هاي مرحلة العصي. بعد أسبوع يعني لما بدي أطلع أعطوني العصي كرمال أمشي. الفكرة سألت سؤال واحد بيني وبين نفسي، يعني هلأ أنا لا بحياتي مستعملة العصي، يعني ولا بحياتي ماسكتهم، ولا بعرف كيف بدي حطهم، ولا يعني ولا حتى بدي أعرف حط التوازن عليهم. فالفكرة أنه أنا لما وقعت، لما مسكت العصي بدي أمشي ووقعت، هون تعلمت أنه إذا ما مشيتي أنه ما مشيتي وتوازنتي، بغض النظر عن العصي، بتوازنتي بينك وبين نفسك، بينك وبين الوضع اللي أنت فيه. فهمت قصدي كيف؟ يعني هلأ أنا وازنت جواتي قبل ما وازن على العصي. فاللي أخذته أنا لما وقعت ورجعت عملت تقريبا مثل عملية صغيرة، يعني بس إنه تخيط جرح لأني انفتح. إيه قلت إنه خلاص ما عندك حل تاني، يعني إذا هلأ زعلتي ولا بعد 100 سنة زعلتي، ولا إن شاء الله كل العمر تكوني زعلانة، رجلك ما رح ترجع. يعني نقطة حطت على السطر عندي. وأنا من النوع اللي شوي صارمة مع نفسي إنه خلص تمام. هذا الواقع، يعني بدك تتقبليه. طيب دي ما هي إنه إنه أنت عم تقولي إنه هذا واقع وبدك تتقبليه، وإنه أنت عم تقولي أنا صارمة مع نفسي، وبنفس الوقت خلص هذا الشيء صار. في كتير أشخاص بصير معهم كمان نفس الشيء، ولكن مو بالضرورة تكون فقدوا رجل، ممكن يكونوا فقدوا أهل، ممكن يكونوا فقدوا شخص معين، ولكن ما بيقدروا يوصلوا لهي الدرجة من التفكير، لأنه يعني هي الشغلة بتخيل أنا إنه ممكن الواحد يتدرب عليها إنه يصير هيك بهي القوة العقلية، ولكن بنفس الوقت مو كل الناس بتقدر توصل لهي المرحلة. أنت كنتي هيك من الأول من الأساس يعني كديمة، ولا أنت اكتشفتي حالك بعد ما فقدتي رجلك؟ لا أنا اكتشفت حالي بعد ما فقدت رجلي بصراحة. أنا ما كنت هيك أبدا، أنا كنت شخص تاني تماما. أنا كنت شخص حساس زيادة، بيزعل من أي شيء، إذا حدا حكى معه كلمة مثلا جرحته أو أي شيء، أنا كنت دغري أبكي. أنا هذا كنت كتير هذا الشخص، يعني اللي هيك كيف بدي أقول لك، بيقولوا عنه يعني هيك كتير عاقل وهادي، بمعنى عاقل يعني كيف بدي أقول لك، إنه جواته رفض إنه ما عندي حساس بنفس الوقت، إيه إنه ما عندي هاي القوة اللي واجه فيها، عرفت كيف؟ بس لما أنا إنه خلاص يعني عرفت، يعني هلا بغض النظر الحياة عم تمشي والدنيا كلها عم تمشي، يعني الحياة ما رح توقف على رجلي، عرفت؟ يعني هلأ الأشخاص اللي ما بتقدر مثلا تتقبل، لنفترض لا سمح الله فقدان شخص أو أي شيء، هي سنة الكون مثل ما منقول، يعني هذا الواقع تبعنا، يعني إذا نحن ما قدرنا نواجهه ما حدا رح يجي حدا يواجهه بدالنا. نعم يعني هي الفكرة ببساطة. بس يعني بصراحة دروس، يعني أنت هذا الشيء اللي عم تحكيه والله يعني دروس تتعلم يعني للناس، وخاصة من شخص مثلك. يعني هلأ ممكن يجي أستاذ
دارس هذا الشيء، المايند سيت وتفكير العقل البشري وما الى هنالك، دارسه وعمل ابحاث وما الى هنالك وعم يحكي عن هذا الموضوع، ممكن الشخص يتقبل. ولكن انا بتخيل انه الاشخاص اللي عندهم قصه قصة كتير هيك يعني قصة مثيرة للاهتمام ومحفزة وعم يحكوا عن هذا الشيء، من هدول الأشخاص العالم بتحب تتعلم أكتر، لأنه هن مرقوا بهاي التجربة وبيعرفوا تماما شو هو الفقدان، بيعرفوا تماما صحيح. شو هو الشيء اللي بيكون مؤثر تماما بالنفس يعني صحيح. طيب نحن هون وصلنا على لبنان وانت عشتي باللبنان، ولكن انت قررتي بيوم من الايام وقلتي لا انا هاي الحياة اللي انا عايشتها باللبنان بس عم باكل واشرب ونام، ما عجبتني، انا حاب كمل الحلم قبل ما افقد رجلي كنت حاب حقه اللي هو التعلم. فانت هون شو عملتي؟ أنا بصراحة كمان وقت اللي تعلمت على العصي، لما وصلت فين هاي الشغلة، لما وصلت أنا بعد ما تعلمت على العصي، أنا وصلت على لبنان كمان ما بعرف أمشي على العصي، يعني بعدني بمرحلة خلينا نقول يعني أول درجة مثل ما منقول. فكنت أمشي على كرسي ما بعرف هيك بينشال وبينحط. فالفكرة أنه أنا لما تعلمت على العصي دغري طلعت على الشارع، عرفت يعني أنا ما ضليت بالبيت، أنا ما تعلمت على العصي بالبيت، دغري طلعت على الشارع وطلعت بلا طرف. الفكرة لما أنا صرت أمشي بين العالم شفت يعني نظرتنا نحن يعني كيف بيطلعوا يعني على الشخص بين شفقة وبين أنه يا حرام، وعرفت هيدي النظرة. فما بعرف يعني بهذيك اللحظة أنا ما أهتم، أو يمكن الشعور صار عندي هيك اللامبالاة بهذا الشيء، هذا الشعور يعني بقصد أنه لما حدا يجي يقول لي يا حرام أنا أبتسم أبتسم، عرفت؟ أوكي. يعني وصل لمرحلة أقول أنه ليش عم يقول لي يا حرام، يعني أي إنسان بالعالم معرض لأي شيء، لحادث، لا سمح الله، يعني الله لا يضر حدا طبعا، بس أنه أي حدا بالعالم معرض لحادث، أي حدا معرض للحالات يلي فيها بالعالم كلها ممكن نتعرض لها. بعد ما وصلت على لبنان بقيت أنا على العصي فترة معينة تقريبا بين 3-4 سنين. طلعت هيك يعني أنا ما عم بعمل شيء، إنه هيدا ما له حالة يعني. وبعدين فطلعت بفكرة إنه أنا أنزل على سوريا، فهون شوي أهلي عارضوا بحكم إنه الوضع وما وضع وكيف رح تنزلي لحالك وكيف رح تتخطي لحالك وكيف رح تعملي لحالك. فقلت لهم إنه الإلو عمر ما بتقتله شدة إلي عمر برجع، ما قالي عمر خلاص، يعني هذا هو الفكر يعني تبعي. ولما نزلت أخذت القرار بصراحة ونزلت، نزلت على الشام لحالي عادت فترة معينة. هذا الحكي كان بأي سنة تقريبا؟ 2015-2016. تمام. نزلت وركب الطرف، يعني قدرنا نحصل على طرف بس ما انه الطرف التوب، يعني ما انه الطرف اللي بيقدر بيساعد يعني بصراحة، بس كنت مبسوطة الحمد لله. وصلت لدرجة انه شو ما كان بس اقدر يساعد، يعني يقدر يسهل علي الحياة مثل ما منقول. يعني هلأ هذا الطرف اللي عندي هو وسيلة ليسهل حياتي بس. طيب هذا الطرف هو كان بيقدر يخليك ساعتها تستغني عن العكازات؟ ايه. اوكي. رفت. ولكن الطريقة اللي بتمشي فيها لازم كنتي تعرجي ولا كان بتقدري تمشي كأنك إنسان عادي؟ هلا الطرف اللي أنا أخذته اللي عم بحكي عنه هو أنا ما قدرت استغنى عن، استغنيت عن عكازة واحدة، أنا بمشي بتنتين، فتركت واحدة معي بس تضامنا إنه لا أوقع، وعرفت هلا وأنا وقعت بس إنه لا أوقع ولهو المشاكل يعني. فالفكرة إني الفكرة بس إنه يكون لا سمح الله، بس إنه كنت حط ببالي إنه الفكرة إنه بس إنه إذا وقعت يكون في شيء معي، عرفت يعني ما استند على حدا، فهمت علي كيف؟ نعم. إيه والفكرة إنه أنا لما ركبته ما تعالجت فيزيائي، يعني شفت أول ما بنركب الأطراف الصناعية بضل فترة معينة فيزيوثيرابيست وكيف تمشي وكيف تحط البالانس تبعك وكيف تضبط هول الأمور، فأنا تعلمت من تلقاء نفسي
اوكي لما تعلمت من تلقاء نفسي. يعني الناس اللي اعطوك الطرف الصناعي قالوا لك هي الطرف الصناعي ركبوا لك يا وقالوا لك امشي، ايه وانت يعني learning by doing زي. مظبوط يعني تعلمتي من خلال التجربة، صحيح، وهذا الشيء يعني هو كمان خطأ يمكن خطأ كتير كبير، يعني ما بس شوي، كتير كبير. بس الفكرة انه انا كان عندي مثل ما بيقولوا خلفية، كنت شوف فيديوهات كتير، وكنت اعمل فيديو ثيرابيست شوي بالبيت وهو الامور يعني. نعم بس اللي هذا اللي خطأ الكبير اللي سبب لي مشاكل تانية، يعني مثل ما بنحكي صار معي مشاكل بالركبة، وصار مشاكل بالظهر. فأنا ما بشجع أي حدا يتعلم من تلقاء نفسه. ممكن بهذا المجال يعني بالذات. لا عرفت، يعني بالأخص اللي عندهم أطراف، نعم لأني الفكرة إنه ما بنعرف أي الصح، مثل المدرب أو مثل الفيزيوثيرابيست. فهمت علي كيف؟ يعني يمكن نعم هو تفرق معه النظرة. يعني هلأ أنا نعم 100%. لما بروح على المركز تبع الأطراف، يعني بيقفروا الطول تبعي من نظرة. نعم، عم بفهم عليك. فالقصة إني وقت اللي تعلمت صار في عندي عرجة كتير كبيرة، نعم وسبب عندي مشاكل بالحوض وهو الأشياء. فاستغنيت انا هون بفتره سوريا، انه خلص قلت رح كفي ورح ادخل على الجامعه واعمل ظبط اموري واستقر بسوريا، اوكي انه هيك هيك قاعده بلبنان فبقعد بسوريا وكفي علمي على الاقليه، يعني باخذ خطوه. نعم واشتغلت الحرب يعني منيح محل ما انا كنت قاعده يعني، وماما ما بقى ترضى انه انا اقعد. نعم بتقلي يا اما انا بنزل، انه بننزل كلياتنا، يا اما انه انت بتطلعي. فانا فكرت انه انا ما فيني كمان حطهم بمنطقه خطر، بالله كرمالي يعني. عرفت يعني هي الامور، نعم يعني لا سمح الله اذا صار شيء، يعني انا بدي احس المزنبي. نعم فانا ما فيني يعني، انا يعني انا من اول خطوه اخذت هذا الشعور، يعني انا من لما انضربت القذيفه اخذت هذا الشعور. فشوي بكون متردده بهي الامور يعني. فقلت لانه اكيد ما رح يصير شيء، ومن هذا الحكي قال لا، ورجعت طلعت على لبنان ما عملت شيء. بس الفكره اني ما استسلمت، نعم بس استسلمت، ضليت يعني عندي امل. يعني سبحان الله، يعني مثل ما قلت لك انه رب العالمين اخذ مني شيء، بس اعطاني شيء اكثر. يعني حس انه في شيء رح يتغير، يعني حس رح صير اللي الشخص اللي انا بدي اياه، سواء من طيب طرف او بلا طرف. نعم، هي بالنهاية يعني بتخيل أنا كل الأشياء بتبدأ بالعقل. قناعة، وقت الواحد القناعة شيء، يعني أنت القناعة إنك اقتنعتي إنه هلأ أنا صرت بطرف واحد، وبغض النظر عن هذا الشيء الحياة بدها تمشي، وأنا بدي أكمل وبدي أوصل للأهداف اللي أنا بدي إياها. ولكن أنت كمان يعني هون بعقلك حطيتي براسك إنه أنا بغض النظر شو عندي رجلتين، ثلاث رجلين ولا رجل واحدة، أنا بدي أوصل للشيء اللي بدي إياه، تمام. وبغض النظر عن كل شيء صار معي. طيب بعد هي الحياة يعني، ومثل ما بيقولوا يعني الشنطة اللي صارت معكم من إدلب للبنان، وأنت رجعتي رديتي على سوريا، حاولتي ترجعي تدرسي، بعدين الوضع صار سيء أكتر، وبعدين رديتي رجعتي على لبنان، وباللبنان نعرف إنه الوضع كمان ماله وضع كتير منيح. طيب كيف صارت النقلة ورجعت وجيتوا على بريطانيا؟ الفكرة هي أنا لما رجعت من سوريا على لبنان، مثل ما بتعرف إنه كمان يعني الأطراف هونيك بلبنان كمان غالية، يعني منا كتير وما فيك تحصل عليها يعني بصراحة، يعني بمبلغ رمزي أو بشي يعني. فأنا ما قدرت أحصل يعني عليها، فنحن سجلنا باليو إن ببرنامج إعادة التوطين بس. نعم ونحن بصراحة ما كنا مفكرين إنه رح نبعد أكتر، لاني بحكم انه اخواتي من ميل ونحن من ميل واخوي من ميل، عرفت. فالماما كانت فكرتها شوي صعبة عليا، فخلص. فبس شافت هيك انه يعني
انه بناتي الاثنين ما لهم مستقبل، يعني ضاع مستقبلهم بصراحة يعني بالنهاية بالمختصر يعني.